طيب بعد ما خلصنا الأعراف وأهل الأعراف نأتي للهدف من خلق آدم وقصة سيدنا آدم وخلق سيدنا آدم. إيه الحكمة من خلق آدم وبني آدم؟ سأتحدث مما تعلمته من بيانات الإمام ناصر محمد اليماني. لماذا خلقنا الله؟ تعالوا نتدبر معاني جميلة في قصة سيدنا آدم عليه السلام. أبونا وربنا يجعلنا يا رب من أهل رضوان نفس رب العالمين، ما نبتغي رضوان رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. في قصة سيدنا آدم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. لقد عرض الله خلافة الملكوت على السماوات والأرض، فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها، خافوا منها لأنها مسؤولية كبيرة سوف يسأل الله عنها، فخشت السماوات والأرض أن يحملنا هذه المسؤولية الكبرى، فهي أعظم مسؤولية في كتاب الله. ثم عرضها على آدم عليه السلام من بعد خلقه فقبلها وحملها حبا في الملك وليس طمعا في تحقيق اسم الله الأعظم الذي جعل الله فيه السر من خلق آدم وزوجته وخلق الملكوت كله ليعبدوا الله وليعبدوا نعيم رضوان الله، ولذلك خلقهم ليعبدوا نعيم رضوان الله. ولكن آدم وزوجته يجهلان حقيقة اسم الله الأعظم الذي جعله صفة لرضوان الله على عباده، وهو النعيم الأعظم من نعيم ملكوت الدنيا والآخرة. ما هو النعيم الأعظم من نعيم الدنيا والآخرة؟ هو نعيم رضوان رب العالمين في نفسه. وقيل آدم وقبل آدم الأمانة، أمانة الخلافة على الجن والملائكة والإنس من ذريته طمعا في الملك، وليس جعل ولذلك جعل الله فتنته بسبب حبه للملك، ولولا حبه للملك لما استطاع إبليس فتنته هو وزوجته وجعلهم يأكلوا من الشجرة، إلى حين كذب عليه إبليس وقال له: يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ صدق الله العظيم. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، وقاسمهما إنه إني لكم لمن الناصحين. وكذب عدو الله اللعين ونظر لحب آدم وزوجته للملك والنعيم الذي جعله الله مستخلفين فيه، فأكل من الشجرة ليدوم ملكهما فيكون من الخالدين، تصديقا لقسم إبليس أن أكل من هذه الشجرة فلن يشيخ أبدا ولن يموت، ويكون هذا الملك الذي هم فيه لمن الخالدين. فعصى آدم ربه وغوى نظرا لجهله بحقيقة اسم الله الأعظم الذي يوجد فيه سر الخلق، وسر خلقه هو وزوجته، ويوجد في حقيقة اسم الله الأعظم سر خلق الملكوت كله. ولم يعلم آدم وزوجته إن رضوان الله هو النعيم الأعظم من ملكوت الدنيا والآخرة. ولكن من عبد الله كما ينبغي أن يعبد وحقق الهدف من خلقه أتاه الله ملك الدنيا والآخرة، تصديقا لقول الله تعالى: أم للإنسان ما تمنى فله الآخرة والأولى. ومالك الملك وحده، تصديقا لقول الله: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.